طيب، وضل لك الجزئية الأخيرة في هذا الكورس، في الانترودكشن تو ماشين ليرنينج، اللي هو إنه أنت تدخل في ماشين ليرنينج كومبيتيشنز. تمام؟ طبعا الدخول في ماشين ليرنينج كومبيتيشن هذه شغلة أساسية، أنت عندك في الكاجل، وبتجذب الانتباه لإلك كديتا ساينتست إنه أنت بتدخل في تشالنجز وقاعد بتحلها، حتى لو ما أنت ما كنتش من ضمن التوب، حتى لو انت ما كنتش من ضمن التوب. انا مش بالضروره انه انت تجيب احسن واحد، ولكن ان هم بيحسبوا لك انه انت مثلا احسن 10، يعني انت من ضمن الاحسن 10% او احسن 20%، فبحسب لك اياها انه انت توب كذا. تمام؟ الشغله هذه وين انت ممكن تلاقيها؟ انه انت على سبيل المثال بتروح على انه انت عندك هنا في البروفايل تبعك، بتروح على الكومبيتيشنز. تمام؟ تفتح هذه الكومبيتيشن، فبروح بحكي لك انه انت من ضمن التوب 8%، يعني انت من ضمن احسن 8% جابوا احسن سكور. فتدخل انت في عندك في كومبيتيشنز زي هيك، واحنا حيكون عندنا نظام البروجكت برضو انه انت ممكن انه تشوف ايش الكومبيتيشنز المتاحه وانه انت تختارها. يعني بعد ما نعدي شويه من الكورس نخلص جزئيه الماشين ليرنينج، تمام، وندخل في يعني نحل بروبلمز اكثر، فممكن انه اطلب منكم انه تدخلوا في كومبيتيشن انه انت تختارها وتحل هاي الكليكس لو سمحت، وتحل هاي الكومبيتيشنز. فطبعا بطبيعه الحال الدخول للكومبيتيشن هذه شويه مختلف، انه انت عندك هاي السيت اب، هذا الكلام كله ريحك منه. تمام؟ وين احكي لك انه كرييت ا موديل فور ذا كومبيتيشن، طالب منك انه هنا ار اف راندوم فورست موديل اون فول داتا، فبالتالي انه بشكل مباشر اسم الموديل انا عندي هنا راندوم، او اسم الموديل تمام، وبتحط هنا في عندك باراميتر اسمه نمبر اوف استيميتور. تمام؟ الـ number of estimators ممكن تطلع له انه هو عبارة عن عدد الـ decision tree اللي بدك تستخدمها في الـ ensemble تبعك أو في الـ forest تبعك. مش حكينا انه الـ random forest هي عبارة عن مجموعة من الـ decision trees وبعمل averaging بيناتها، كم decision tree بدك؟ تمام؟ بدكش تختار عدد قليل بيأدي انه يصير في عندك underfitting، ولا يعني number of estimators كبيرة بيأدي عندك ل overfitting، فبالتالي بدك تاخذ شغلة متوسطة. برضو هذه ممكن تعملها tuning، فأنا بدي أختار 100 هنا. تمام؟ وبدي أعمل fit للموديل تبعي، ف rf.fit x y. كيف؟ ال 100 هي الديفولت فاليو. تمام؟ انا قلت لك انا ممكن اعمل تونينج لهذا الباراميتر، بس انا بدي اورجي لك كيف انا بدي اعمل سبميت ل ال للكومبيتيشن، لانه احنا البوينت هنا انه انت تعمل موديل وتعمل تونينج عليه. والتونينج احنا عملناه المره الماضيه، شفنا انه احنا عملنا الباراميتر هذا، عملنا رينج اوف فاليوز ورحنا لفينا وشفنا ايش هي البيست فاليو اللي بتجيب لي اقل ايرور، وعلى اساسها انت بتروح بتبني. تعال اطلع عندك هنا في النتائج، بحكي لك انه المين ابسوليوت ايرور، تمام، specifying the max leaf node 29,000، ال best value 27,000 اللي هي موضوع ال optimization اللي عملنا اياه المرة الماضية، تمام، وال random forest اللي هي 21,000 اللي احنا حليناها قبل شوية. فبناء على هذا الكلام انه ايش انا عندي افضل اشي، انه انا استخدم ال random forest. تمام؟ لاحظ هنا في الكود هو ايش عامل، decision tree regressor decision tree بس random forest. تمام؟ ومجرب مع اكثر من number of estimator. جرب هنا الماكس ليف نود 100،
تمام، ومجرب انه بدون ما يحدد ماكس ليف نود، تمام، يبقى هذا الموديل الاول الديفولت اللي هو unlimited. الموديل الثاني هيو حدد انه الماكس ليف نود 100، والموديل الثالث اللي هو random forest regressor، تمام، وحط انه عنده الراندوم ستيت بتساوي 1، وهنا النمبر اوف استيميتور باي ديفولت تعتمد على الاسكي ليرن فيرجن. وبالمناسبه عشان تجيب الاسكي ليرن فيرجن بتعمل امبورت اسكي ليرن، وبعديها بتعمل اسكي ليرن اندرسكور دوت اندرسكور اندرسكور فيرجن اندرسكور اندرسكور. فانت عندك 23 23 يعني الليتست، تمام؟ ما دام انه هي الليتست بتروح هنا اسكي ليرن، وبتروح بتشوف قديش الفاليو هي باي ديفولت 100، random forest regressor، وهنا في عندك باراميتر انه النمبر اوف استيميتور بحكي لك هنا الديفولت 100، تمام. الرساله اللي طلعت لك انت بتكون انت مستخدم نسخه مش عارف او النسخه تبعت النوت بوك هذه انه بستخدم فيرجن قديمه، لانه هاي الفيرجن تبعت اخر فيرجن اللي هي 23.1 بتكون هي كانت قبل هيك فعلا انه هي كانت الديفولت 10، فعشان هيك انا تلقائيا رحت حطيت المية لأنه المية أفضل من العشرة كديفولت فاليو، تمام؟ فبالتالي هنا برجع مدام أن أنا متأكد هنا هذا الكلام أنه ما فيش داعي لأنه هو الديفولت، أو ممكن أخليه عادي no problem، تمام؟ فبالتالي هنا بمعنى آخر هو إيش عمل؟ عمل ثلاثة موديلز وحدد إيش هو الموديل الأفضل؟ random forest، وعلى هذا الأساس بدي أبني على الفول داتا. طبعا فوق كان قاسم على ترين وتيست وحسب الايرور. وليش احنا رجعنا بنينا الموديل على الفول داتا؟ برجع بكرر هذا الكلام، لانه انت في الماشين ليرنينج بدك تستغل البيانات اكبر قدر ممكن، يعني اكبر ما يمكن تستغلها. فعشان هيك ما دام انت عملت اوريدي ايفالويشن ممكن تدخل الفول داتا الاكس كلها والواي كلها. فبالتالي هيك انا بعتبر انه هذا افضل موديل. انت ممكن تعمل تونينج اكثر من هيك، لسه ممكن تعمل تونينج اكثر من هيك، فبالتالي السكور هذا اللي انا هجيبه الان ممكن تجيب احسن منه كمان. هيك انا عملت فيت للموديل، طالب مني انا اعمل ريجريشن عفوا بريدكشن. استنى شويه. اوكي راندوم ستيت مش بالضرورة، والسبب في ذلك انه هو هنا بصححش اسئلة، هنا بحسب سكور بحسب accuracy، وحيشوفني انا قديش طلع يعني طلعت انه مثلا في التوب 10 ولا في التوب 5. دائما الراندوم ستيت كنا نستخدمها نثبتها لما كنا نحل exercises عشان هو بصحح، عشان انه الاجابة تكون نفس الاجابة اللي هو بده يطابق عنده يطبقها عنده. لكن هنا ما فيش داعي انه انت تحط random state. طبعا هنا طالب انه احنا نعمل prediction لtest data، والtest data موجودة في ملف منفصل، ولاحظ انه التست هذا .csv هاي حوري لك اياه هنا، في الانبوت هاي التست سي اس في. هتلاحظ انه انت عندك في الاعمده، هذا الكلام حورجي لك اياه برضه في الباندا، هتلاحظ انه الاعمده ما فيش فيه التارجت الواي البرايس السيل برايس مش موجود، مطلوب منك انه انت تعمل بريدكشن. طب الواي هذه وين موجوده؟ كيف هو بيحسب السكور تبعي؟ موجوده عنده مخبيه، بورجيني شيء يعني. يبقى هو بدي لك دائما التست داتا في الاعمده الاكس كلها بدون الواي، بتعمل بريدكشن انت وشطارتك
باخذ البريدكشنز تبعتك بقارنها عنده، مخبيها عنده، بورجيك ايش هي. لكن في بناء الموديل انت عشان انت تقدر تقيم، احنا كنا نفصل البيانات لترين وتست. اوكي، فبالتالي هنا بدي اقرا البيانات bd.read csv ودي له test data path. تمام، طبعا هنا طالب مني انه احدد الكولومز اللي انا بدي اشتغل عليها التست. كيف اجيت بدي اطلع فوق انه على اي اساس انه الموديل مبني على اساس هذه الفيتشرز. تمام، فبدي اقول له انه التست داتا اوف هاي الفيتشرز، اوف. تمام، هيها هيها هي. يعني هم من قبل قسم. نعم، مش فيتشرز مش موجودة، فيتشرز مختلفة. يعني انت الموديل دربته على 3 فيتشرز وجيت في التست قلت له بدي ادي لك 10 فيتشرز، بقول لك ما تعلمتش عليه، انا تعلمت على 3 بس. لا، فلازم تختار نفس الفيتشرز. بيمشي سجلات مختلف لكن نفس الستركشر بيمشي الحال. الان بريدكشنز، ايش الموديل تبعي اسمه؟ هيو دوت بريدكت. وايش بندي له؟ تيست اكس، اكس كابيتال. كيف؟ انه هو طالب انه نعمل ترين على الفول داتا. نعم، لا ركز معي يا استاذ، هنا في الستيب الاولى كم موديل جربنا؟ 3 موديلز. تمام، وايش عملنا؟ هذه الترين داتا تبعتي. تمام، ايش عملت فيها؟ هاي قرأتها، وين قرأتها؟ هاي. تمام، اللي هو هذا، اللي هو هاي المسار تبع الترين قرأتها. تمام، هجيت الترين هذا رحت عملت لها سبليت، هاي جهزت الاكس والواي ورحت عملت لها سبليت. شو الغرض من السبليت؟ انا بدي ابني موديل وبدي اقيم. هذه التست ما فيها واي، الواي عنده هو، بقدرش استخدمها خالص، يعني بقدرش اعملها تاتش خالص. تمام، ف لما انقسمت بنيت الثلاثة موديلز، قيمتهم، عرفت انهي واحد افضل، انهي باراميتر هو الافضل، خلص بستخدمه على الفول داتا. فعشان هيك انا رحت بنيت هنا على الاكس كابيتال والواي على الفول داتا. تمام، طيب هجيت البريدكشنز صارت جاهزه موجوده عندي. تمام، بقول لك ذا تو لاينز بيلو شوز هاو تو سيف بريدكشنز. هذه شغله كثير مهمه ما اخذناهاش قبل هيك، انه انت عملت بريدكشنز صحيح، لازم تكتب البريدكشنز هذه على فايل عشان تقدر تسلمها في الكومبيتيشن. فكيف بتروح تعمل output frame data frame، ايش ادينا له؟ اسم عمود id اللي هو عبارة عن التست data.id، بالاضافة لايش؟ sale price اللي هو ال predictions اللي انا جبتها من الموديل. لازم هذه الشغلة كتير مهمة، ليش؟ انت لازم تاخذ نفس الـ IDs تبعت الـ Example اللي في التست وتلزق له معاهم جنبيهم في عمود تاني الـ Predictions اللي انت عملتها.
بعد ما تخلص ببساطة بتروح تكتب هذا الـ predictions على فايل عشان انت تسلمها على الكاجل، تمام؟ فبالتالي بقول لك just uncomment them، بس هدول كتب لك اياهم هذه المرة، بس الكومبيتيشنز الجاية خلاص بدك تكون متعود عليهم. ايش المطلوب منك؟ تعمل data frame، كم عمود فيه؟ 2، الـ ID تبع التست داتا والـ predictions اللي انت عملتها، تمام؟ وبعديها بتروح تعمل له write لـ CSV، رايت للملف هذا سي اس في طبعا بدون الاندكس، اندكس بتساوي فولس. بتشغل هاي، تمام؟ وهنا ممكن تعمل تشيك يور انسر كوريكت، انت خلصت كل المطلوب بالضبط، تمام؟ هجيت بقول لك بعد ما انت تعمل سيف وكومنت بتروح على الكومبيتيشن، هاي الرابط تبعها لانه هذه الكيرنل مرتبطه بكومبيتيشن، تمام؟ وبقول لك اعمل جوين للكومبيتيشن هاي، وبعديها بتقدر تعمل سبميت بعد الجوين، تمام؟ شوف علي كيف. هاي بدي افتح لك الرابط تبع هاي في واحدة منفصلة، تمام؟ وهنا بدي اعمل سيف زي هيك، طبعا انا عملت جوين، فعلى هذا الاساس ايش بيصير معك؟ انه خلاص انه انت بتصير انه ماي سبمشنز او سبميت بريدكشن. سبميت بريدكشن بقول لك يا اما انت بتديني سي اس في فايل ترفع لي اياه، او بتكون انه انت في عندك اوريدي عامل مشغل كيرنل وفيها سي اس في فايل، تقدر تعمل سبميت من هناك مباشره، تمام؟ هاي انا خلصت الفيرجن هاي، بدي افتحها، بروح على الفيور. في الفيور بتطلع هنا عندك الانبوت، انت عندك one file، بتلاحظ انه انت ظهر عندك حاجة اسمها output، تفتح عليها زي هيك اللي هو الملف اللي انا كتبته. ايش في عندك؟ بتلاقيه زر submit، فهيك بروح بعمل لك submit automatically للcompetition، او بتنزل هذا الفايل وبتروح هنا بتقول له submit a prediction، وبتروح بترفع هذا الفايل CSV file، تمام؟ طبعا هنا اسهل، بس مجرد انه انت بتعمل submit. هنا بعد ما تعمل commit للفيرجن تبعتك بتروح هنا go to viewer، تعملهاش edit خلاص، بتقول له go to viewer، وبتلاقي انه هنا حاطط لك في التيبل اوف كونتنت شغلات كثيره اللي هي المارك داون هذه كلها، بتروح عند الاوتبوت بتلاقي عندك بالضبط. فهجيت هنا بيقول لك انه انت في عندك في الكومبيتيشن بروح لحاله بحولك هناك، تمام؟ وبقول لك انه في عندك سبمشن جاست ناو، انه ويتنج تايم 0 والاكسكيوشن 0، وقديش طلع معي السكور؟ 21000. ممكن انه انت تحسن، ممكن انه انت تحسن احسن من هيك بكثير. خليني اورجي لك السبمشنز تبعتي. ماي سبمشنز في عندي مره من المرات سلمت كان فيها 16000، نزلت الايرور ل 16000، في هنا مره ثانيه برضه 16000. فلما يكون في عندك اكثر من سبمشن على الكاجل بسمح لك انه انت تعلم على واحده تقول له اه هذه اللي اعتمد لي اياها، اعلى واحده او عفوا اقل واحده في الايرور يعني، تمام؟ زي هيك. اوكي. كيف؟ بدك تقلل الايش؟ بالضبط، بدك تصير انه انت تفكر كيف بدك تقلل البابليك سكور. فانت عندك ممكن تعمل تونينج للباراميتر، تشوف ايش الباراميتر انت عندك في الراندوم فورست اللي هي النمبر اوف استيميتور، فممكن انه انت تعمل لوب. بالضبط، هذه الشغله. الشغله الثانيه
الشغلة الثانية، أنت عندك هنا في النوت بوك ايش مستخدم هنا؟ هدول الفيتشرز بس. بس احنا قديش عنا؟ في عنا اكتر من هيك. صحيح، بس حتواجه مشكلة لانه بقول لك في بعض الفيتشرز فيها missing value. تمام، بدك تعمل handle missing value بالضبط. بس انت خلي يعني هذا الكلام، انت حتعمل multiple submissions، فانت الان سلم اول تسليمة وبعديها التسليمة الثانية بتفكر انه انت تحسن السكور. تمام؟ اوكي؟